ربانيا يتجلى بسجايا مولاه، وتخلى عن وصفك وتحلى بصفات الله. صبغتك اللهم لتبقى وعليها ألقى، نفتتح بلا حول ولا قوة إلا السلام عليكم طفيلات، شنبتكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم قناتي كسر لاباس الوصفات الطبيعيه للطبخ كذلك. اليوم جبت لكم ماسك الحميره كيف ما كتشوفوا القنينه، عني استعملتها ما هي مره ولا مرتين، يعني قربت نوفيها. لهي تسولوني تقولوا لي شنو هذا الماسك وش عدلتي فيه؟ صراحه الماسك رائع 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 جدا. اللي عنده حروق شمس، اللي عنده الكلف، والله العظيم إلا تبعتوه دنو يمشي الكلف نهائيا. وزين مولي حتى الهالات السوداء اللي كتعاني من الهالات السوداء اللي تحت عينيها، السوداء اللي يكون تحت العينين، مولي هذا ماسك رائع وطبيعي 100%. خلوكم معي لتكملة تطبيق الماسك، ما تمشي مني. واكيد حبيباتي لا يتسولوني تقولوا لي شنو هي الحميره ومنين اللي نجيبوها وكيف التطبيق ديالها. اكيد ياسر منكم ما لا يعرف شنو هي الحميره، لكن اهل الصحراء لا يعودوا عارفينها بالطبع. هي حجره سبحان الله تعود في الصحراء، يعدلوها امهاتنا وجداتنا زمان لوجههم. كانت ايام زمان كانوا يسرحوا الغنم، كانوا يجيبوا الحطب وذا الشيء، وكانوا يحطوها سبحان الله ماسك للوقايه من الشمس. تعرفوا انتم أشعة الشمس والحروق اللي كتخلي في الوجه، هاي الحميره كتعود عازل عازل طبي من عند مولانا للشمس. واللي عندها حروق الوجه او الكلف او الهالات السوداء، والله العظيم ماسك رائع وزين حتى نتمنى عنكم تلقاوها وتطبقوها ولا تلقوا عليها نتيجه جيده باذن الله. المهم حبيباتي الحميره كتجي على هذا الشكل كيف ما كتخرصوا. هي حجره سبحان الله كتطلس لون كما كتخرصوا، كتطلس لون هكا كيعود بحال فهمتي بحال الفاغاجور اللي كتحطوا في الخدود او في الحناك. فاغاجور طبيعي من عند مولانا، هاي سبحان الله حجره تجبروها في الصحراء وكتعود سهله عنها تفرتت، يعني ما كتعود حجره هاي سبحان الله مباشره ما نضغط عليها كتجي ديك هي مفرتة وكتطلس هذا اللون كيف ما كتخرصوا. هذه هي الحميره الحره سبحان الله، كيف ما قلت لكم جداتنا وامهاتنا زمان كانوا يعدلوها عازل وقائي للشمس، ايام كانوا يسرحوا الغنم ويجيبوا الحطب طبيعي 100%. المهم حبيباتي كيف ما قلت لكم بلا ما نطول عليكم، هاي الحاجه صراحه كنز طبيعي 100%. الا عدتوا تقدوا توفروا عليه صراحه ماسك طبيعي جدا 100%. كيف ما قلت لكم كتقبضوه بلا ما نطول عليكم حبيباتي، كتقبضوا حجره منه، يعني ما كتقبضوا منه ياسر، انا دريك هون معدله منه كميه يعني تقريبا قد هذه الحجره، قبضت قد هذه الحجره دقيتها هي بالعجله سبحان الله كتفرتت. كتقبضوا هذه الحجره كتدقوها كتعود بحال البودره، كتطلس سبحان الله كتطلس لون بحال هذا اللون هذا، بحال ماشي الحمرار غير بحال لون الفراجو كما قلت لكم. المهم كتقبضوا كميه على حسب الافراد اللي عندكم، انا بالنسبه لي الحل يعني وحدي عدلت تقريبا قد الكميه، دقيتها مزيان الين عادت بودره. عاد باش ما نطول عليكم قلت لكم قبضت دي الكميه بحال هكا تقريبا، قبضتها دقيتها مزيان نيلتها الين عادت بودره. ومن فم غتقولوا لي معاياش خلطتيها او شنو هو المكون اللي دمجتيها معاه. المكون اللي دمجتها معاه مكون غني عن التعريف، يعني صراحه رائع ومعتمد عندنا في الصحراء، اللي هو ادسم المعز. ادسم المعز انا هون كانت عندي قنينه كنت جبتها معايا من المغرب وكنت نقبض منها، درك راهي قربت توفى. ادسم معز يعود حر، يعود جديد، يعني ما تقبضوا لي دسم المعز اللي يعود حايل يعني اللي يعود قديم، اقبضوا لي دسم معز يكون جديد. كتقبضوا كوتشاره واحده يعني ملعقه صغيره مملوءه من دسم المعز وكتخلطوها مع الحميره. البودره اللي حصلنا عليها من الحميره كنخلطوها بدسم المعز. وهون حبيباتي كيف ما قلت لكم كتحصلوا على كريم طبيعي 100%، صراحة والله العظيم اللي رائع جدا جدا في الهالات السوداء وفي
التصبغات ديال الشمس وفي الكلف اللي كيعاني من الكلف القديم ولا الجديد، اثار الحبوب صراحه جميع مشاكل البشره. هذا ماسك رائع جدا جدا جدا، حطوه مرتين، مره بالنهار او مرتين، يعني مره في الصباح او مره بالليل، وتقدوا تعدلوه بالليل مره واحده، يعني ما عدتم سالين في الصبح تعودوا خدامات ولا ماكم ساليات، عدلوه في الليل، دهنوا به وجهكم وحطوه على المكان اللي يكون متضرر قباله في البشره ديالكم، ونعسوا به، وفي الغد في الصباح توصلوا وجهكم بماء دافي وصابون اللي كتستعملوه للوجه ديالكم، ومن بعد ما كتغسلوا الوجه كترطبوه بالكريم اللي موالفين ترطبوه الوجه. كما قلت لكم حبيباتي، رائع جدا ذا الماسك، مالي تقدروا تستغنوا عنه. بغيت نعطيكم نقطه ملي هون كانت حدانا جاره سبحان الله صحراويه، كانت تقبض دي الحميره بحالها وكانت كتكحل بها العينين، وهذه الحميره ملي زينه حتى في تقويه البصر. هاي الحميره كيف ما كتخرصوا اللي تقولوا لي يعني واش كضر العينين ولا عديناها تحت عينينا، ابدا. كان واحد مره جارتنا صحراويه وخيرت بها الله يذكرها بالخير، راهي توفات الله يرحمها، كانت تعدل الحميره لعينيها، كانت كتكحل بها بلاصه الكحل، كانت كتكحل بهاي الحميره، صراحه رائعه جدا جدا. الا قديتوا تحصلوا عليها جيبوها وعدلوا نفس الطريقه اللي قلت لكم، وفيكم كذلك تعدلوا الحميره، البودره ديال الحميره مع عدس من الماعز، وتضيفوا عليها زغيبات او شعرات من الزعفران الحر. الزعفران الحر هاي اضافه تقدروا تعدلوها، لانني انا هون معدله الزعفران الحر اضافه لهذا الماسك. الا عندكم زعفران الحر متواجد عدلوها، ما عندكم عدلوا بس فقط يعني سم المعز والحميره كافيه بالغرض. نتمنى حبيباتي عن الفيديو ديال اليوم نال اعجابكم ونال رضاكم، ونتمنى عنكم تطبقوه اكيد اكيد والله العظيم. اللي تعاني منكم من حروقات الشمس ولا من الكلف ولا من الهالات السوداء اللي تحت العينين، صراحه ماسك رائع جدا جدا وطبيعي 100% ما له يضركم، يعني تقدروا تعدلوه مره لمرتين في اليوم. وبالصحة والراحة، وإلى ماسك آخر بإذن الله، في أمان الله ورعايته.